السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير عمالة تسأل معرض الكتاب، عايزين نشتري كتب الأطفال، إيه أفضل قصص؟ في قصة اسمها فرشة فراشة، هل هي حلوة وحشة؟ ففي موقع اسمه النقش بيديك فرصة إن أنت تشوف الناس قرأت الكتب وإيه رأيها بالشكل دوت، ومقسمها كتب مثلا من سنة لسنة، 4 سنين 5 سنين وكلام عنه. في بعض الكتب موجودة مجانا، وفي بعض الكتب تقدر إن أنت للكبار مثلا وهكذا اليافعين، وفي المراجعات في تصفح الكتب تقدر ان انت تضيف كتاب والناس بتبدأ تقرأ ايه رأي الناس وتقييمهم، واخد كام نجمة وموجود فين في انهي متجر. فممتاز جدا لو انت عايز تشتري كتاب اسمه النقش.